تعتبر الدنمارك أقدم مملكة في أوروبا، حيث بدأت منذ 1000 عام وما زالت قائمة إلى الآن. ويعد علمها أقدم علم لدولة مستقلة في العالم، إذ تم إصداره في عام 1219 للميلاد، وما زال مستخدماً إلى الآن. وتعود أقدم الاكتشافات الأثرية في الدنمارك إلى حوالي 130,000 عام، بينما تشير الدلائل أن الإنسان قد سكنها منذ حوالي 12,500 عام قبل الميلاد. تتكون دولة الدنمارك الواقعة في شمال أوروبا الغربية من شبه جزيرة جوتلاند وعدد كبير من الجزر يتجاوز 400 جزيرة، وقد أثبتت الدراسات أن شعبها من أسعد شعوب العالم لما يتمتع به من نمط حياة وطبيعة معيشة ورعاية صحية واجتماعية متطورة في ظل اقتصاد مزدهر.